هنا صوب الهدف بي واحد. علينا البدء بتأمين القطاعات. العدو لديه السيطرة الكبرى. فقدنا الهدف. سيتعين علينا استعادته. لقد فرضوا سيطرتهم على القطاع بي. تتجه قواتنا نحو الهدف بإثنان. يهاجمون الهدف بإثنان. القطاع سي بحوزتنا. تستهدف قوات حليفة الهدف بي واحد. إننا نستنفذ قوتهم. علينا أن نتماسك فحسب. تجاهلوا ذلك. الهدف بإثنان يتعرض للحصار. إذا لم نوقفهم سيستولون على جميع القطاعات. الأعداء يهاجمون أحد أهدافنا.
لقد فقد أحد أهدافنا للتو. إنهم يصطادون على القطاع B. إننا نشتبك هذا الهدف B1. لقد استنفدنا نصف مواردنا. تهاجم قوات الحلفاء الهدف A1. أعطوني بعض الذخيرة. أحتاج إلى المساعدة هنا. نزال. يستهدف زملاؤنا الهدف A1. قدموا لي بعض المساعدة. تم الهجوم على أحد أهدافنا. أهداف القطاع A تحت السيطرة. القطاع آمن. تم الاستيلاء على الهدف وتأمينه. معظم القطاعات الآن تحت سيطرتنا. Come on.
هم يهاجمون أحد أهدافنا. سيطرتنا. أحدد وجود الخطر. لقد انخفض قوامهم إلى النصف. شكرا جزيلا. قواتنا تسيطر على معظم القطاعات. نهاجم العدو الهدف أي اثنان. تستهدف قوات حليفة الهدف بي واحد. إننا نشتبك عند الهدف بي واحد. توجد الكثير من القطاعات التي تشهد خطرا، نحتاج إلى استردادها. اثنان.
علينا البدء بتأمين القطاعات. العدو لديه السيطرة الكبرى. يهاجم العدو الهدف A1. تتجه قواتنا صوب الهدف B1. نحتاج إلى إسقاطين في هذا الموقع.
على الهدف أي واحد. أحتاج إلى ذخيرة. لا تأتي بكثير. لقد استولت قواتنا على القطاع سي. قواتنا تسيطر على معظم القطاعات. إعادة طبيعة الذخيرة. لن تتبقى لديهم إلا آخر قوة مهاجمة. لقد أمن العدو القطاع B. مساعدة! أحتاج إلى مساعدة! نقوم بتأمين الهدف A2. نعاني من نقص الموارد، فلنوجد الأمر. أو في الخلف. Hostile. Friendly down. Yeah, but damn it. Incoming fire. My position. حديد خطرا هناك. أنا أحتاج إلى إعادة التابعة. أريد من يدعمني. أحتاج إلى مساعدة. انسحاب من جميع القطاعات. لقد خسرنا المعركة. لا نحتاج تكبد مزيد من الخسائر اليوم. كان ذلك رائعا صحيح؟ هذا ما توقعته. هيا، هذا سهل جداً.